صراحة أن هاد الليلة هاد اليوم هو في الحقيقة حفل توقيع كتاب المصاحب الآخر، وخصوصا مدينة قنيطرة في هذا المكان الجميل ليدن بوتيك أوتيل، اللي غادي نلتقي فيه مجموعة من الفعاليات وواحد المجموعة من الأسماء الفنية ورجال الصحافة أيضا ورجال الإعلام، ولتقديم هذا الكتاب باعتباره واحد ثمرة شغل لمدة سنتين تقريبا من كتابة مجموعة من المقالات حول المسرح وعلاقتي بالمسرح، علاقتي أيضا بمجموعة من المدارس المسرحية، مجموعة من الأسماء المسرحية، مجموعة من المناهج المسرحية في علاقتها بالآخر وعلاقتي أنا أيضا بالآخر، باعتبار هذه العلاقة هي علاقة وطيدة، علاقة تفاعلية، علاقة مفعومة بالحب والإحساس الصادق، وأيضا مجموعة من الأفكار اللي كانت عشتها مدة سنوات بالمعهد ومجموعة من البلدان سواء العربية أو الأجنبية، وتفاعلي أيضا مع المسرح كفعل، كحركة، كإحساس، كقدرة على تغيير الأشياء من الداخل ومن الخارج. وبالتالي هذا التوقيع جاء الآن لكي يعزز أيضا الخزانة المسرحية بتقديم هذا الكتاب إلى العموم، ومحاولة خلق جدال نقاش حول المسرح عامة. ممكن تقول لنا انطلاقا من العنوان انا والاخر، على ما يبدو انه عنوان شيء ما فلسفي، شو ممكن تقول لنا هذا العنوان ديال انا والاخر؟ هو المسرح اساسا انطلق من الفلسفه، انطلق من الاغريق، وانطلق من فكر له علاقه بالسؤال والتساؤل، بالتساؤل بصيغه الانا وبصيغه الاخر، والتساؤل ايضا في طريقه للبحث عن مجموعه من الاجوبه، والبحث ايضا على مجموعه من الاشكاليات القائمه بذاتها، سواء تعلق الامر بما هو اجتماعي ولا ما هو نفسي، ما هو في بعض الاحيان ديني، ما هو سياسي إلى غير ذلك. لكن الفلسفة عامة عبرت عن هذه الأشياء بتعابير مختلفة وجدانية إلى غير ذلك، وعطتنا في بعض الأحيان أشياء قدمتها من خلالها المسرح كفعل، كمفهوم، وسيلة من وسائل التعبير القادرة على خلق نقاش وجدال. لذلك هناك سيارات كثيرة، هناك مدارس مختلفة، هناك أسماء متعددة حاولت البحث في قيمة المسرح ولماذا الأصل لا يزال يتواجد بشكل أكثر انفتاحا على العالم، بل أكثر من ذلك يغير في كل مرة نفسه وتعابيره وأسماءه ومكوناته وآلياته وأدوات إلى غير ذلك، يغير المسرح ولكن المسرح فيه لن يتغير. الفلسفة أيضا كانت من الأول وهي تعطينا بعضا من الإشكالات وتحاول أن تخلق لدينا جدالا حقيقيا في مجتمعنا وفي المجتمعات التي سبقتنا، ولكنها لا تزال الآن بأفكار مختلفة وبمدارس مختلفة. وبالتالي هذه العلاقة الجدلية بين الأنا والآخر هي الموجودة الآن في تفاعلنا مع دائما مع النفس، مع ذاتنا، حتى في علاقتها تجاذلية، وأيضا علاقتنا من الآخر، سواء كان ذلك الآخر مكون حقيقي من مكونات التفاعل الإيجابي أو مكون من مكونات التفاعل السلبي. وبالتالي لابد أن نشتغل على هذا الموضوع خصوصا في هذا الكتاب، وكانت هناك فعلا محاولات أتحدث فيها عن مدارس أخرى، عن فعالات أخرى، عن أفكار أخرى إلى غير ذلك، وكيف اشتغلت أيضا من خلال هذه الأفكار لكي أخذها بشكل أو بآخر عن طريق مفاهيم فعلية ميدانية على الخشبة، من خلال الكتابة، من خلال التمثيل، من خلال الإخراج، من خلال التدريس أيضا، لكن تبقى دائما علاقة جدلية بين ذاتي وذات الآخر. من خلال العنوان دائما أنا والآخر، هناك قولة للفيلسوف الفرنسي جون بول سارتر أن الآخر أو الغير الأطروي هو ذلك الأنا الذي يشبهني ولكن في نفس الآن يختلف عني في مجموعة من الأشياء. إذا هذا الآخر اللي اعتبرناه مثلا هو المسرح العربي، وتحديدا تحدث على المسرح المصري وفي علاقته مع السينما المصرية، يعني مقارنة بالتاريخ السينما المصرية والمسرح في مصر بالسينما والمسرح في المغرب، شنو ممكن تقول لنا في المقارنة؟
شوف، هي مسألة المسرح عامة أنا أعبر بشكل أيضا مختلف في بعض الأحيان، ولكن قد يتواصل فعلا وقولا مع مجموعة من الأفكار سواء الفلسفية أو حتى أفكار لمجموعة من علماء النفس إلى غير ذلك حول المسرح. أنا بالنسبة لي المسرح أيضا الآن هي الآخر فعلا وقولا، عندما نتحدث عنا نتحدث عني كأنني الآخر، ويتحدث الآخر كأنه يتحدث عني في حركة تفاعلية حقيقية، سواء كان ذلك عن طريق الوعي أو اللاوعي. لا بد أن يكون هناك تفاعل حقيقي بشعور أو بدون شعور، ولكن يكون يتواجد هذا الشعور. وعندما نتحدث عن تفاعلنا أيضا مع مكونات المسرح والتلفزيون أو المسرح والسينما، فهذا التفاعل موجود سواء أحببنا أو كرهنا. فهناك ممثل، أنا أعطيك أمثلة بسيطة جدا. عندما نتحدث عن علاقة المسرح مثلا بالسينما، هناك علاقة حقيقية موجودة الآن. ممثل المسرح يتعامل فعلا وقولا مع السينما، كاتب المسرح يتحدث ويتعامل ويصبح في بعض الأحيان أيضا سواء كان مخرجا أو كاتبا للسينما أو للتلفزيون. المواضيع التي نشتغل عليها في بعض الأحيان في المسرح نشتغل عليها بطيغة أخرى مختلفة في السينما. شكسبير عندما كان يكتب كتب عن المسرح بشكل لم يكن فيه الصورة ولم يكن فيه سينما ولم تكن هناك أي حضور لعالم الصورة عامة، ولكن كان يكتب بطريقة أصبح أكثر الكتاب الذين تحولت أعمالهم المسرحية إلى السينما، وبالتالي كان يكتب كأنه يكتب للسينما. وهناك أندري مالرو، واحد مجموعة كبيرة جدا من الكتاب الذين كتبوا للمسرح، ولكن أساسا كانوا كأنهم يكتبون للسينما في وقتنا الراهن. وبالتالي أنتم ستعرفون لماذا المسرح هو يقاوم ويغير وهو سابق لأوانه، هو أفونغارديست، لأنه المسرح يغير الأشياء دون شعور بها في نفس اللحظة، بل يستطيع أن يصبح قادرا على خلق في بعض الأحيان المفاجأة وعوالم مختلفة تماما لكي يقول لنا أنني أسبق عصري، تسبق هو العصر دياله. المسرح دائما هو كان في الريادة، وبالتالي عندما نشتغل على مواضيع مسرحية في المغرب قد لا تكون الآن، قد تكون للمستقبل، وقد تكون في بعض الأحيان لما هو آت وسيأتي ذلك. شكسبير، تشيكوف، سأعود إلى تشيكوف. تشيكوف كان يتحدث دائما عن المستقبل، يتحدث عن المستقبل القريب بل المستقبل البعيد، يتحدث عن 300 سنة 400 سنة 500 سنة، يتحدث عن أجيال لم يعيش معها، ولكن دائما كانت حاضرة أعماله مع كل الأجيال. وبالتالي المسرح يكون حاضرا سواء كان في مصر أو في المغرب أو في روسيا أو في أمريكا أو في إنجلترا أو في فرنسا أو في أي بلد من البلدان. المسرح يبقى دائما حاضرا معنا في لغتنا اليومية، سواء كانت لغة مسرحية أو سينمائية أو تلفزيونية أو تعبيرية أو شعرية أو حتى في الرسم أو حتى في الموسيقى، يبقى دائما المسرح موجود.